من جديد برحب بحضراتكم. خلوني أرحب بضيفتي الكريمة الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي، ناقش عدد من الموضوعات الهامة في هذا التوقيت، عضو مجلس النواب طبعا. برحب بحضرتك أستاذة فريدة. ألف شكر، وأنا يعني برحب بيكي وسعيدة أن أنا معاكي. أنا أسعد. وبكل السادة المشاهدين. خليني أبدأ مع حضرتك من حياة كريمة. حياة كريمة الحياة مبادرة جاءت أعتقد في توقيت هام جدا، حقيقة إن هي مبادرة شغالة على بناء الإنسان، ليس فقط البنية التحتية لهذه القرى. نعم. من فنون وثقافة وتعليم و كل ما يتعلق ببناء الإنسان المصري. رأي حضرتك إيه في هذا الكلام وأثره على المواطنين، وإزاي جاءت زي عملية إنقاذ لهؤلاء المواطنين في هذه القرى في هذا التوقيت؟ نعم. شوفي، أجمل حاجة في حياة كريمة في المبادرة دي إنها بقت نموذج يحتذى، يعني بقت نموذج أبهر العالم كله، لأنه هي يعني أنت بتوفري حياة كريمة للمواطن المصري في ظل جائحة الكورونا اللي في دول عظمى نزلت، يعني وقعت كده من على السلم وجت في الآخر. يعني أنت بقى رغم كده، رغم كل البلاوي اللي محيطة بينا دي، أنت بتطلعي السلم، ورغم الحروب الداخلية والحروب الخارجية، لأن ما تقدريش تنكري إن في حكاية مثلا مش عارفة إيه وحقوق الإنسان والحرية في مصر والمش عارف إيه من الجماعة اللي هم كانوا أدوات للفترة السوداء اللي عشناها. فدي يعني فعلا حاجة مبهرة إن كل حاجة فيها بتتحقق النهاردة لترسيخ وتأكيد وتحقيق الحياة الكريمة فعلا. يعني أنت عندك قائد بيبص للمصري اللي عاش ظروف تعيسة جدا، واحنا شفنا العشوائيات كان شكلها ايه، وشفنا المرضى كان شكلهم ايه، وشفنا ازاي اتخلصنا من الفيروس سي ده، دي معجزة. يعني كل ده لانه انت عندك النهاردة قائد يعني بيرى ان المواطن المصري لازم يكون حياة كريمة، يعني عنده سكن كريم، عنده عمل يعني بيكسب منه، صحته الدولة بترعاها بطريقة تخليه يعيش بصحة وبكرامة، يتعلم، يتفتح له مشاريع صغيرة أو متوسطة أو مشاريع كبيرة، مشروعات يعني اقتصادية، يعني كل حاجة المنطقة اللي هو ساكن فيها يبقى فيها صرف صحي وفيها مية شرب وفيها مثلا في نواحي الريف تبطين الترع، يعني في نهضة غير مسبوقة الحقيقة، لأن إحنا كمان حصل لنا تكلس غير مسبوق، يعني إحنا قعدنا نص قرن من الزمان محلك سر، ركود لما يعني صدينا، يعني فهو مش بس بيشيل الصدى، ده بيلمعنا كمان. يعني فيها حاجات. محور الصحة يا أستاذة فريدة، يمكن الصحة أعلنت النهاردة أنها قدمت خدمتها 110,000 مواطن خلال مبادرة حياة كريمة في فترة نص الأول من فبراير فقط. بالزبط. يعني ده رقم متعلق بأول فترة من فبراير فقط. تخيلي أنت، ونتخيل كلنا يعني أن الناس اللي قاعدة وعاشت طول عمرها حتى لما يجيلها إيه ما تلاقيش علاج، مهما كان المرض خطير، تحس ان في قيادة مهتمة بصحتها، مهتمة بكل حاجة في صحتها، مهتمة بانها تشوف اذا كان في امراض ولا لا، اذا كان في احتياجات يعني خاصة، اذا كان في ظروف صعبة هم عايشين فيها. انت بترجعي بتوحي تاني الطبقة الوسطى المصرية اللي راحت يعني ما فيش كلام. فكل ده النهاردة هيصب في صالح مصر، لان انت عندك قائد بيحب مصر، يعني كل ما بنشوفه آخر كلامه يقولك تحيا مصر، مظبوط ولا لأ؟ مع إن كان في ناس بتقول مش عارف إيه، مش عايزة أعيد كلامهم تاني لأن بقرف. فالحمد لله إن دي يعني حاجة بتدينا أمل في المستقبل. وعلى فكرة الطبقة المتوسطة يعني دي دايما بتبقى هي السند الحقيقي، يعني وإنك أنت تطلعي من تحت المتوسط ده تطلعيه للمتوسط، تنهضي بيه فوق، تطلعيه فوق سطح الحياة عشان يشم الهواء النقي ويشرب المية النظيفة، هو داعم لأي اقتصاد في العالم. يعني كل ده بالظبط كده، لأن كل دي بعد كده هتبقى قوة تشتغل لحساب مصر، لأنه زي ما قال الرئيس مرة قبل كده على حكاية الهجرة غير الشرعية،
ما هو قال للغرب، قال لهم هو افريقيا وكل والدول العربيه يعني اللي بعضها يعني، ليه الناس بتهاجر؟ لان ما فيش ظروف تخليها تفضل في بلدها، فعشان كده هو بيهيئ الظروف هنا عشان ما حدش يفكر حتى في الهجره، والهجره غير الشرعيه يعني، واحد يغامر بحياته عشان مش عارف يعيش في بلده. لأنه مصر ليها تجربة فريدة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، احنا بقالنا سنين ما خرجش قارب من الحدود المصرية للخارج. بس خليني أسأل حضرتك عن النمو، النمو السكاني، هل بيأكل بشكل أو بآخر كل هذه الإجراءات الحكومية في وجه الفقر والتعليم والصحة وتوفير كل الإمكانيات للمواطن؟ هي ما توفري كل الإمكانيات دي لازم تنمو، لازم الدولة تنمو، لأن الدولة اللي فيها زي ما قلنا اللي فيها ناس مش طايقة تقعد فيها وبتهاجر هجرة غير شرعية، الناس اللي عايشة مريضة، الناس اللي عايشة في ظروف تعسة في أنت شفتي يعني، أنا شفت فيديو رائع بيوري الناس اللي بيروحوا يودوا للقرى الفقيرة، بيودوا لها الأكل وبيودوا لها الأساس وبيودوا لها كل حاجة من غير ما يشوفوا، يعني بيخبطوا على الباب ويحطوا الحاجات ويمشوا. شوفي قد ايه الحرص على كرامه الانسان المصري، عشان هو لما هي بعد كده لما هيبتدي يبقى كويس هيبقى حاسس بان هو بفضل دول، بفضل المعونه، بفضل الـ يعني المسانده بتاعه كل المصريين لبعض. ده اللي كنا فيه زمان وكل وافتقدناه بعد كده. يعني انا لن انسى منظر لما كنت لما حد كان بيقع كنا كلنا بنجري نرفعه، وبعد كده دلوقتي طبعا قبل ثورة يونيو العظيمة، لكن كان قبل كده مثلا حتى واحد بيموت بعيد عننا يا رب الله يرحم كل ضحايا الطرق وكده، يموت محدش يقف يشيله. دي حاجة مش مصرية على فكرة. يعني أنا كواحدة مصرية صعيدية يعني يعني أقدر أقولك لا، ده ما كانش مش دي مصر. يعني مصر هي اللي احنا رجعنا نشوفها دلوقتي. واصل الانسان لما يبقى عايش وهو مطمن مثلا لصحته ومطمن لغذائه ومطمن لسكنه ومطمن لكل الظروف اللي حواليه والمستقبل ولاده لتعليمهم، دي حاجه رائعه على فكره. صحيح، حاجه رائعه. امان يعني. وانتماء بالظبط، تحقق الامان والانتماء. استاذه فريده انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. بس عد دائما بلقاء حضرتك الكاتبه الصحفيه الكبيره الاستاذه فريده الشباشي وعضو مجلس النواب. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعه، الى اللقاء.